وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية انضم إلينا أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أسعد الله صباحك أحمد. يعني عم نتابع التحركات على أسعار النفط، وإحنا هلأ مرتقبين بداية الشهر شهر 5 تطبيق القرار من قبل أوبيك بلس للخفض الطوعي. برأيك كيف سيكون مسار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟ صباح الخير سالي. سالي، بكل تأكيد النفط قد تحرك في الفترة الماضية، انخفاضات من مستويات 83 خام غرب تكساس تحديدا إلى مستويات 76، عدم إغلاق الفجوة السعرية التي افتتحتها الأسعار مع تخفيض الإنتاج أو قرار تخفيض الإنتاج الطوعي من أوبيك بلس والحلفاء. كنا قد شاهدنا في الفترة عودة ارتفاعات أسعار النفط إلى مستويات 83، ثبات الأسعار، عدم إغلاق الفجوة السعرية التي قد تعتبر ران أواي جاب أو بريك أواي جاب تحديدا بالنسبة للفجوة السعرية الأخيرة. لو نظرنا إلى الفندمنتال أو الأساسي أو النظرة الأساسية، بعض التقارير تتحدث بأن الصين قد رفعت إنتاجها فعلا أو رفعت طلبها بالنسبة لخام النفط 15 مليون برميل سوف يكون الطلب الصيني. بكل تأكيد الطلب العالمي قد يزداد في الفترة الماضية مع عودة انفتاحات الاقتصاد الصين، فبالتالي قد يكون هناك عودة إيجابية أو ميل إيجابي بالنسبة لتداولات النفط في الفترة القادمة، مع ثبات الأسعار لخام غرب تكساس تحديدا عند مستويات 73 دولار للبرميل الواحد. نعم أحمد، يعني المرتقب أيضا ما نتابعه من قرار المركزي الياباني يوم الجمعة، أول اجتماع بالنسبة لمحافظ المركزي الياباني أويدا. برأيك اليوم هذه التوجهات مع تمسكه بالسياسة التيسيرية، لكنه لم يستبعد بأن يكون هناك أي تغيير في مراحل لاحقة، لكن اليوم عم نتابع أيضا بيانات التضخم الأساسية بالنسبة في اليابان، والتي لاحظنا أيضا النتائج بأن سجلت 2.9%. برأيك هل من الممكن أن نشهد عودة لارتفاع البيانات التضخم في الفترة المقبلة؟ نعم سالي، لو نظرنا إلى التضخم في اليابان، كان هناك المشكلة محاولة رفع أرقام التضخم عكس الدول الأخرى اقتصادياً. 2.9% كور سي بي اي او التضخم الاساسي بالنسبه لليابان، الذروه كانت 3.1% على ما اعتقد انها ارقام قد لا تثير الفزع بالنسبه للبنك الياباني، لكن نغمه او نبره ويدا في الفتره الماضيه مع التصريحات الاولى قد اختلفت بعض الشيء عن الحاكم السابق، قد يكون هناك بعض الاشارات لتغيير السياسه النقديه، توجهات اكثر تشدديه في الفتره القادمه في حال طبعا استمرار ارقام التضخم. طبعا الشعب الياباني يعتبر غير الشعوب الأخرى اقتصاديا في نوعية الإنفاق، فبالتالي محاولة السيطرة على التضخم قد تكون هناك سيطرة أصعب من الدول الأخرى أو اقتصاديا بالنسبة للدول الأخرى عندما نقارن اليابان مع الاقتصادات الأخرى الكبرى، فبالتالي قد يكون هناك بعض الإشارات. عودة الارتفاع أو أرقام ارتفاعات التضخم في الفترة القادمة، نعم على ما أعتقد أن أرقام التضخم في اليابان قد تسجل ارتفاعات نظرا للسياسة النقدية التيسيرية الكبيرة بالنسبة لبنك اليابان، فبالتالي أرقام التضخم وعودتها إلى الذروة على ما أعتقد مسألة وقت بالنسبة لليابان في الفترة القادمة. نعم أحمد، بما أنه عم نتحدث في آسيا هذه المرة، أيضا تابعنا بيانات الناتج المحلي الإجمالي من كوريا الجنوبية، واللي استطاع الاقتصاد الكوري هذه المرة أن ينجو من الانكماش وبتحقيق نمو بقرابة 3% خلال الربع الأول. برأيك هذه العودة في التماسك بالنسبة للاقتصادات الآسيوية في ظل الضغوط اللي عم بيشهدها الاقتصاد العالمي، هل من الممكن أن نشهد توجهات مغايرة واستمرار لتثبيت معدلات الفائدة من قبل المركزي الكوري خلال هذه الفترة؟ نعم سالي، لو نظرنا إلى كوريا الجنوبية فهي مختلفة بعض الشيء عن الصين واليابان بالنسبة للسياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة في الفترة الماضية وصولا إلى 3.5% بالنسبة لأسعار الفائدة. نعم الناتج المحلي الإجمالي عودة من الانكماش قد يكون إشارة بعض الشيء للسوفت لاندنج نظرا لأرقام التضخم التي قد سجلت انخفاضات، فلو قارنا الدول كوريا الجنوبية مع الصين مع اليابان فهناك بعض الاختلاف في الحالات سالي بالنسبة لأرقام التضخم، بالنسبة لحتى لعمليات رفع أسعار الفائدة أو دورة تجديد السياسة النقدية. فعلى ما أعتقد بالنسبة لكوريا الجنوبية مع استمرار أرقام التضخم بالانخفاض قد يكون بعض الشيء تعطي بعض الانطباع أو الإثارة الإيجابية أو المشاعر الإيجابية بالوصول إلى مرحلة السوفت لاندنج بالنسبة لكوريا الجنوبية، فبالتالي تثبيت أسعار الفائدة على ما أعتقد قرار حكيم قد يكون من بنك كوريا الجنوبية في الفترة القادمة.
نعم، نحن على موعد أيضا مع نتائج أعمال كبرى الشركات التكنولوجية من الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، وأيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي، لكن هناك بعض التوقعات تشير إلى تباطؤ في النمو بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. برأيك أحمد، إلى أي مدى هذه البيانات ستعطي دفعة بالنسبة لتوجهات أو السيناريو المتوقع للاقتصاد للفدرالي الأمريكي، وتسعير الأسواق بتثبيت الفائدة بقرابة رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس، لكن سنشهد هناك تثبيت في الفترات اللاحقة. برأيك هذه البيانات إلى أي مدى ستعطي توجه بالنسبة لقرار الفائدة في الفترات اللاحقة؟ نعم سالي، لو نظرنا إلى الأرقام المنتظرة في هذا الأسبوع، الجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي اليوم، ثقة المستهلك يوم الجمعة، المؤشر المفضل بالنسبة للفدرالي الأمريكي لتتبع حالة التضخم، على ما أعتقد أنها الأرقام ضمن التوقعات قد تكون إشارة بالنسبة للفدرالي الأمريكي لمواصلة رفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس، وهي الاحتمالية المتوقعة في الأسواق في اجتماع شهر مايو القادم. نعم، 25 نقطة أساس مع اختفاء العناوين الرئيسية بالنسبة للعدوى المصرفية، أرقام بالنسبة للبنوك الكبرى، أرقام جيدة بالنسبة للحالة المصرفية، ديبوزيتس أكثر بالنسبة أو إيداعات أكثر بالنسبة للبنوك الكبرى، فبالتالي تعتبر أرقام بعض الشيء أبعدت، خلينا نحكي، العدوى المصرفية في الفترة القادمة. المخاوف التي كانت تثار بالنسبة للأسواق قد انخفضت بعض الشيء، لكن ثقة المستهلك اليوم قد تكون إشارة مهمة بالنسبة للاقتصاد، نظرا لأن المستهلك أكبر المتأثرين بالنسبة لأسعار الفوائد سالي في الفترة الماضية. لو نظرنا إلى الكريدت كونسيومر كان قد سجل ارتفاعات في الفترة الماضية. ثقة المستهلك، التوقعات لها، ليس ثقة المستهلك فقط بل التوقعات لها، انخفضت في الفترة الماضية إلى 73 نقطة. 73 نقطة يعني هي إشارة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي أو المخاوف لدخول مرحلة الركود. فبالتالي الأرقام القادمة اليوم يوم الخميس يوم الجمعة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي قد تكون إشارات أكبر، لكن على ما أعتقد سالي أن الأرقام الاقتصادية سوف تعطي دفعة للاحتمالية ب 25 نقطة أساس، لكن يبقى السؤال هل هي نهاية دورة تجديد السياسة النقدية أم لا؟ على ما أعتقد كما ذكر جيروم باويل وأشار أنه data dependent بالنسبة للأرقام الاقتصادية، الاعتماد على البيانات الاقتصادية للتوجه بتجديد السياسة النقدية قد تكون هي الفيصل في الفترة القادمة في شهر 6 تحديدا في الفترة القادمة سالي. نعم، أحمد عزام محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.